أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فلله الحمد رب السماوات ورب العرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت عالم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نبتال من تحتنا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك وأتمها علينا يا رب العالمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا نبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقه أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم يا مغيث المستغيثين ويا مجيب المضطر إذا دعاه ندعوك في هذه الليلة إثر قراءة لكتابك أنت أعلم بأحوالنا وأحوال إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوالنا وأحوال إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم أحقن دماءنا وصن أعراضنا واجمع شملنا وآمنا في أوطاننا وفي حلنا وترحالنا يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين
اللهم إن أعداءنا قد تحالفوا علينا حربا وقتلا وتشريدا ومكرا وتدبيرا وتشويها لسمعتنا وافتراء على ديننا. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، أنت خير الناصرين ومجير المستجيرين. اللهم لا تسلط علينا الأعداء بذنوبنا، وكن بنا غفورا رحيما يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم رد علينا كيد الأعداء، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واحمي حوزة ديننا وانصرنا عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمتنا وبلادنا بسوء وشر، اللهم فاجعل سوءه وشره في نحره، وأشغله بنفسه، واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم وحد صفوفنا، واجمع كلمتنا على الحق يا عزيز يا غفار. اللهم خذ بأيدي سفهائنا إلى الحق الذين يقتلون عبادك جماعات وأفرادا باسم دينك، ولزوال الدين ولزوال الدنيا أهون عليك من قتل المسلم. اللهم إنا نشكرك على نعمة الأمن التي أنعمت بها علينا بعدما كنا في ذعر وقلق. اللهم إنا نسألك أن تديم علينا الأمن. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظنا واحفظ علماءنا. اللهم فرج عنا مشكلة الاختطاف والارتهان بعلمائنا وقادتنا. اللهم آمنا وآمن علماءنا وقادتنا وأئمة ديننا حلا وترحالا وبرا وبحرا وجوا. اللهم وفق رئيسنا محمد بخاري بتوفيقه. اللهم سدد على الحق خطاه. اللهم اشفه ومتعه بصحة وعافية يا رب العالمين. اللهم احفظه بحفظك واكلعه بكلاءتك يا رب العالمين. اللهم أطل عمره في صحة ورضاك، وارزقنا وإياه حسن الخاتمة. اللهم وفق حاكم ولاية كارا. اللهم وفقه واجزه يا رب العالمين على استضافته لهذه المسابقة وإكرامه لحفظة كتابك خير جزاء يا رب العالمين. اللهم وفق أمير إلورين. اللهم أعنه على ما حملته من المسؤولية. اللهم بارك في مدينة إلورين قيادة وشعبا وشبابا وشيوخا، علماء وطلابا، مأمومين وأئمة. اللهم بارك في دولتنا نيجيريا وجميع دول المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أهوال المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم احفظنا وإياهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا وإياهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحسن فروجنا وفروج شبابنا وفتياتنا. اللهم جنب مجتمعاتنا الزنا واللواط وجميع الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب شبابنا المخدرات التي تزيل العقول وتفسد القلوب وتوهك الأجسام وتمهد الطريق لكل فاحشة ورذيلة. اللهم سد عنا وعنهم هذا الباب الخبيث. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا. اللهم إنا نسألك من فضلك الذي لا يعطيه غيرك، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم أدر علينا رزقك وبارك لنا فيه، واجعله عونا لنا وبلاغا، ولا تجعله سببا لطغاوتنا وبغينا. اللهم فرج عنا مشكلة الغلاء والتدهور الاقتصادي. اللهم يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بقراءة كتابك أن تولى الأيتام والأرامل المسلمين عامة وفي شمال شرق بلادنا خاصة.
اللهم تولى الأيتام والأرامل المسلمين عامة وفي شمال شرق بلادنا خاصة. اللهم لا تتركهم فريسة للنصارى والمشركين. اللهم زوج أراملهم وقيض لليتامى منهم كفلاء مسلمين إخوانهم. اللهم احفظ لنا ولهم ديننا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا قلوبنا بين إصبعيك الكريمتين تقلبهما كيف تشاء. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم بارك لهؤلاء الشباب والفتيات الذين قرأوا على مسامعنا آيات كتابك في هذه الأيام. اللهم بارك لهم. اللهم بارك لهم ولجميع حفظة كتابك في كل مكان. واجعلنا وإياهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم وألحق بأهل القرآن من أحب كتابك قراءة وسماعا وخدمة وتعلما وتعليما. اللهم اجز المنظمين لهذه المسابقة والمساهمين فيها قيادة عبر والمساهمين فيها عبر العقود من شتى أنواع المساهمة خير جزاء يا رب العالمين. واجعلها في ميزان حسناتهم من كل من كان منهم حيا اللهم فبارك له في حياته وفي ذريته، ومن كان منهم ميتا اللهم فاغفر له. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا وفقنا. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وأعطنا فيمن أعطيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم. اللهم أنت أعلم أنت أعلم بحوائجنا فاقضها. اللهم أنت أعلم بحوائجنا فاقضها. اللهم أنت أعلم بحوائجنا فاقضها يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا حاجة من هواج الدنيا والآخرة هي لك رضا، ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم آباءنا وأجدادنا وأئمتنا وعلماءنا. اللهم اغفر لهم جميعا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أمورنا أواخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترجعنا إلى بلادنا سالمين آمنين غانمين يا رب العالمين. اللهم أعد علينا هذه المسابقة أعواما عديدة وأزمنة مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك، اللهم صل على نبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.